إشكاليات الشر النظرية Theoretical Problems of Evil مشكلة الشر المنطقية The Logical Problem of Evil. في استفتاء شهير أجراه الكاتب الصحفي المسيحي الأمريكي لي ستروبيل ونشره في كتابه قضية الإيمان The Case for Faith سنة 2000 ستروبيل طرح سؤال مهم على المتطوعين في استفتائه من الشعب الأمريكي لو من الممكن أنك تسأل الله سؤال واحد فقط ماذا سيكون السؤال؟ الرد الأشهر كان ليه في آلام ومعاناة في العالم بنسبة 17% لو الله كامل القدرة العلم والمحبة ليه مازال في شر في العالم السؤال الجوهري اللي بيطلق عليه الفلسفة إشكالية الشر أحد صور إشكالية الشر هي الصورة المنطقية اللي فيها بيتم ادعاء إن إشكالية الشر في جوهرها إشكالية عدم اتساق منطقي Logical Inconsistency الفيلسوف الأسترالي الشهير جون ليزلي ماكي جادل في مقال بعنوان الشر والقوة Evil and Omnipotence نشره سنة 1955 إن من الممكن إظهار ليس فقط إن المعتقدات الدينية تفتقد للدعم المنطقي لكن بكل تأكيد معتقدات غير عقلانية وإن أجزاء عدة من جوهر المعتقدات الدينية غير متسقة مع بعضها البعض الجدلية اللي بيحاول يطرحها ماكي ببساطة بتقول إن الجمل التالية دي من غير الممكن إنها كلها تكون جمل صحيحة 1- الله كامل القدرة Omnipotent 2- الله كامل العلم Omniscient 3- الله كامل الخير Omnibenevolent 4- الشر له وجود ادعائين أو ثلاثة على الأكثر من الادعاءات السابقة من الممكن إنهم يكونوا صحيحين في نفس الوقت لكن من غير الممكن إن كلهم يكونوا صح في نفس الوقت أو بتعبير منطقي الادعاءات الأربعة بتكون مجموعة عدم اتساق منطقي Logically Inconsistent Set مجموعة من الادعاءات بتصبح مجموعة عدم اتساق منطقي فقط لو المجموعة بتحتوي على الادعاء ونفيه سين وعدم سين أو تناقض منطقي مباشر من الممكن استنتاجه من المجموعة مفيش ولا ادعاء من الادعاءات الأربعة بيناقض الآخر بشكل مباشر إذن لو المجموعة غير متسقة منطقيا لابد من إظهار أن من الممكن استنتاج تناقض بداخلها وده بالضبط اللي أنصار الإشكالية بيدعوا أنهم قادرين على إظهار أنصار الإشكالية بيقولوا لو الله فعلا كامل القدرة هيصبح قادر على منع الشر في العالم لو الله كامل العلم هيعرف كل الشر اللي في العالم وهيكون عنده علم عن كيفية القضاء عليه وأخيرا لو الله كامل الخير لابد أن تتوفر عنده إرادة منع الشر في العالم الإدعاءات الثلاثة الأخيرة بتجادل إن لو إله الأديان السماوية كامل الكمال له وجود فعلا من غير المنطقي إن الشر يكون له وجود في العالم لكن كلنا عارفين إن العالم مليان بالشرور والآلام ومن هنا أنصار النظرية بيستنتجوا إن لو الله عالم بوجود الشر في العالم وعنده إرادة منع الشر وغير قادر على منعه إذن هو غير كامل القدرة أو لو الله عالم بوجود الشر وقادر على منعه لكنه غير مريد لمنعه إذن هو غير كامل الخير أو لو الله مريد وقادر على منع الشر ولكنه ما منعوش إذن لابد إنه غير عالم بكيفية منعه هل من الممكن حل المعضلة دي؟ الحاخام اليهودي الأمريكي المعاصر هارولد كوشنر في أكثر كتبه مبيعاً عندما تحدث الأحداث السيئة للبشر الطيبة When Bad Things Happen to Good People اللي نشره سنة 1981 طرح مخرج للإنسان المؤمن للخروج من المعضلة دي وهو رفض الادعاء الأول إن الله كامل القدرة طبقاً للدعاء كوشنر الله عالم بمعاناتك ومحب ليك ومريد لإنهاء المعاناة لكن المشكلة إنه غير قادر على إنهاء المعاناة دي كوشنر تصور إن الله ككائن خير محب عليم لكنه غير قادر على منع الشر بالتأكيد دي أحد صور دحض الحجة وهو رفض أحد الإدعاءات الأولى الثلاثة لكن الحل ده زي ما أنت أكيد متصور مش هيكون مقبول عند كتير من المؤمنين اللي بيعتقدوا في إله كامل الكمال المؤمن اللي عاوز يدحض الحجة مع المحافظة على صورة إله كامل الكمال لابد أنه يظهر أن الإدعاءات الأربعة الأولى غير متناقضة لو أظهرنا أن الأربع إدعاءات من الممكن أن كلها تكون صحيحة في نفس الوقت لاحظ هنا فكرة الإمكانية
كل المطلوب هو إظهار إمكانية الإدعاءات الأربعة مجتمعة. الإمكانية هنا مش بالضرورة معناها تحقق حدوث الأربع إدعاءات في الواقع. من الجائز أن تحقق الإدعاءات الأربعة يكون غير محتمل improbable، لكن عدم الاحتمالية improbability غير مكافئ لعدم الإمكانية impossibility. بصورة أبسط، طالما أنه لا يوجد ما يمنع لاجتماع الإدعاءات الأربعة، إذن في إمكانية حتى وإن كانت غير محتملة. أحد الطرق المقترحة لاجتماع قدرات الله ككائن كامل الكمال لكنه يسمح بوجود الشر هو أن يوجد سبب مبرر لسماحه بحدوث الشر. الملايين اللي ماتوا من الأمراض، الأبرياء اللي قتلوا في عمليات إجرامية وغيرها من الشرور حدثت تحت مبرر ما عند الله. فلسفة الدين بيطلقوا على النوع ده من الجدال ضد الحجة السبب الكافي أخلاقيا، morally sufficient reason. الفكرة ببساطة إن لو الله عنده سبب كافي أخلاقيا لتبرير أو السماح بحدوث الشر، إذن من الممكن وقتها اجتماع الأربع ادعاءات إن الله كامل القدرة المعرفة والخير وحدوث الشر في العالم. ووقتها هنضطر لتعديل شروط الحجة وإضافة شرط عدم وجود سبب كافي أخلاقيا. بمعنى هنقول لو الله عالم بوجود الشر وقادر على إنهاء الشر لكنه لم يمنعه، إذن لابد أنه غير كامل الخير، إلا إذا كان هناك سبب كافي أخلاقيا لسماحه بحدوث الشر إلى آخره. وبالتالي من الممكن استنتاج أن لو الشر موجود، إذن إما الله كائن غير كامل القدرة أو غير كامل العلم أو غير كامل الخير، أو أن الله عنده سبب كافي أخلاقيا للسماح بحدوث الشر. قبل ما نناقش قابلية الفكرة دي على الله، خلينا نطبق الفكرة على مثال إنساني. تخيل إني بقولك إن جارتك سمحت لشخص غريب بتعذيب بنتها الطفلة الصغيرة بالرغم من إنها كانت عارفة وقادرة على منعه، يا ترى هيكون رد فعلك إيه؟ بالظبط، غالبا ما هتشوف إن الست دي مختلة صحية وخطر على بنتها وعلى المجتمع. لكن لو أضفت لك معلومة إن الشخص الغريب ده هو الطبيب وإن التعذيب كان حقنة التطعيم ضد مرض الحصبة، بالتأكيد فكرتك هتتغير وهتشوف إن جارتك كان عندها سبب كافي أخلاقيا للسماح بحدوث شر لبنتها، وهو تألمها من حقنة التطعيم، لأن في واجب أخلاقي أهم وهو حماية صحة وحياة بنتها، اللي بيقلل من أهمية الواجب الأخلاقي التاني اللي هو منع الشر أو العذاب عن بنتها. لكن يا ترى إيه هو السبب الكافي أخلاقيا لله إنه يسمح بحدوث الشر؟